الله 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 الله. والله يا حياة أنا بحب الأكل بتاعك أكتر من إني بحب عليه. يا سلام على كده، بتحبه قوي. شوف أنت بقى. ألف هنا، قوم أنت بس بالسلامة وأنا هعمل لك كل اللي نفسك فيه. عارف لو كانت أمي عايشة كنت دوقتك من أكلها. لا ما أنا دقت أكلها، ما احنا اتعزمنا هناك كتير. والله كل واحد بيشوف إن أمه بتعمل أحلى أكل في الدنيا. إذا كان على علي يعني، هو ما يعرفش أكل غير أكل أمه. هو كان يتعزم عند مين ولا كان عند مين عشان يعرف الفرق بين الأكل ده والأكل ده؟ بس بقى أكلها حياة لا يعلى عليه يا علي. طيب قوي. عندك حاجة لازم أدوكه. أيوة بس أنت جيت خدتينا في دوكة كده وما قلتلناش، يعني أنت فين كنت مستخبي فين ليك كم يوم كده؟ موجود وكنت باجي، كنت بطمن عليك من حياة، بس ما كنتش باجي كتير عشان ما تجلش عليها. تتجل إيه؟ بيت الشيخ محمود مفتوح للكل. المهم الحمد لله انك قمت بالسلام. ما نجيلكوش في حاجه وحشه. الف سلام عليك يا شيخنا بالاذن. خليك معايا انا هنا. اقطع دراعي من هنا اما كنت بتشوف. والله في يوم من الايام هسيبك تقطع دراعك ده وتعيش من غير دراع ويبقى اسمك ابو دراع. جميله حياتي دي، جميله جميله قوي يا مولانا. انت بتشوف كده الزوايا البراني كده، انما انا بشوف من جوه، بشوف من الاعماق، بشوف شوفان جواني. يعني ايه يا عبد الحميد كل ده راح على الفاضي؟ قعدت تقنعني لازم اخد حقوقي وحقوق اولادي بالقانون وفي الاخر تتنازل انت. يا نهت. لا يا عبد الحميد، انا مش لعبه في ايديكم. يا نهت يا نهت يا حبيبتي، سليم ما قالش ان مالكيش حقوق. الحقوق موجودة زي ما هي، بس يعني بعرف العطارين. شوفي انت ايه هو المطلوب وهنعمله لك. المطلوب؟ هي الحكاية كده، اشتروك مش كده؟ وللأسف بعتني في أول محطة. بعتك؟ بعتك ده ايه؟ يعني بعتك ازاي بس إذا كنت أنا قاعد بتكلم معاكي دلوقتي أهو؟ مش عارفة يا عبد الحميد، بصراحة أنا مش مرتاحة، مش هيضحك عليا مرتين. وعلى فكرة أنا مرضتش أقعد في القصر الكام يوم دول وحجزت في أوتيل عشان ما حدش يأثر عليا. معناها ايه بقى الكلام ده؟ معناها ان انا مكمله في اجراءات القضيه يا عبد الحميد، حتى لو هاخد حقي بعد سنين. والبركه فيك، انت اللي عرفتني السكه وعلمتني اعمل ايه بالظبط. بجد مش عارفه اقول لك ايه. لا 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 لا، بقول لك ايه يا علي، امال يا ناهد احنا بالطريقه دي مش هنوصل لحاجه ابدا. ميرسي على الضيافه يا عبد الحميد، انا ماليش قاعده في المكان ده. بس راجع تاني وساعتها ما تزعلش من اللي هعمله. انت اللي حضرت العفريت. وانت عايزين اصدقك بقى ان شاء الله؟ يعني ايه تسجيلك مسح لوحده؟ معرفش يا سلمى ايه اللي حصل. اللي حصل انك عينك من نبيل، وانا حاولت اكدب نفسي كذا مره اقول لا ناديه ما تعملش كده، ناديه بتحب زكريا، انا بس اللي مكبره الموضوع. بس الظاهر انا كان عندي حق. عارفه ليه؟ عشان احساسي ما بيخيبش. خيب يا سلمى، خيب، وانت مش عايزه تفوقي من الخيبه دي. بدليل بقى ان انت مصدقه كلامك ومكدباني. وبعدين انا لو عايزه اي راجل في الدنيا هشاور له بصباعي هيجي، ومش هبص اللي في ايد اخت جوزي الله يرحمه. مش بس كده، دي عايشه معايا في بيت واحد، بس مرايه الحب عاميه ومخلياكي بتشوفيش حاجات كتير قوي بتحصل وباينه زي الشمس. قصدك ايه؟ قصدي ان انت عارفه كويس قوي ان نبيل ده مش احسن حاجه، وفي حاجات كتير قوي بتحصل بتحسسك بده. انا عارفه كويس قوي ان انت مريتي بحاجات بتحاولي تهربي منها، بس صدقيني يا سلمى، صدقيني نبيل ده هيغرقك. اثبتي لي. اسالي يحيى وهو هيقول لك كلامي صح او غلط. يحيى؟ امال يحيى بالموضوع ده؟ يحيى خاطف نبيل ومش بعيد بقى يموته. يحيى يحيى، انا بحذرك اياك تيجي جنب نبيل. لو قلت نسامحك على اللي فات فعلا استنى. ثانك يو. انا بصراحه استغربت انك تظهري بعد السنين دي كلها، اصل بروح بيت اونكل زينب العطار من سنين، بصراحه عمري ما شفتك. دي حكايه طويله قوي، هبقى احكيها لك في يوم كده. اونكل زين ده غريب قوي، يعني فجاه كده يظهر له انت عايز حسن في الدار.
فاطمه يحيى. سيبك من كل دول بقى واحكي لي عن يحيى. بصراحه زين العطار ده بجد مش فاهماه. لو انا مش عارفاه كويس كنت قلت عليه راجل مروش غير الجواز والخلفه. يا ستي هو بيحب العزوه والعيله، هو اضطري بقى تصحي وتغيري الموضوع. انا فين بس؟ يحيى عاوز ايه يا ندى؟ احكي لي، ولا انت بتقولي ان احنا اصحاب اي كلام وخلاص؟ لا طبعا احكي لي، بس انت كمان تحكي لي. ما بتعمليش حاجه ببلاش خالص. خالص. هو انت برج ايه؟ فكري. اسد صح؟ يا انت اللذينة عرفتي ازاي؟ لا انا بفهم كويس اي في الابراج. وانت برج ايه؟ اسد. امال عرفتك ازاي يعني؟ على فكره هنبقى اصحاب. هو احنا مش قاعدين في اوضتك ليه؟ عايزه اقفش بابا قبل ما يخرج من المكتب. ليه بقى؟ مصاحبة ولا متجوزة؟ ما بتكرشي على حد؟ أكيد مش متجوزة ومش مصاحبة كمان ومش بكرش على حد، والله هما كلهم اللي بيكرش عليا. يا سيدي يا سيدي، يعني مفيش حد خالص؟ بصي هو في ومفيش، موضوع معقد. مساء الخير. بلغي سيف بإن أنا جيت. رودي هانم، ازيك؟ تمام، ازيك يا يوسف؟ ندى، يوسف بيه. طبعا ندى زين العطار. في حد ما يعرفش القمر؟ مبسوطه اني شفتك يا يوسف بيه. ميرسي. سيف بيه في انتظارك. اوكي. هو كان فاكر انت عشان ما بتردش على الموبايل مش عارف اوصل لك. عن اذنك. عن اذنكم. اتفضل. هو في ايه؟ مفيش. بقولك ايه، تيجي نطلع الاوضه؟ ماشي. اخيرا سمعنا اخبار حلوه. اهو ما بقاش ينفع نستنى اكتر من كده. الشركه خلاص اتصلت بيا وحددت ميعاد وصول البضاعه، وانت بضاعتك جاهزه، يبقى هنستنى ليه؟ وعلى راي الناس خير البر عاجل. وكده بقى نقول الف مبروك لسليم بيه على اول عمليه وهو في كرسي الكبير. قصدك عمليتين يا سيد باشا؟ لا، ما هو ده الموضوع بقى اللي انا كنت ناوي اكلمك فيه. خير؟ انا شايف يعني انه بعد العمليه دي ما تخلص تسيبك من تجاره الصمت وتيجي تضم معانا على الشغل العالي. ليه كده يا سليم؟ قصدي يعني ياسر بيه بيشتغل في ملعب تاني، ليه يعمل كده؟ يبقى عندنا راجل هنا وراجل هنا. انا رايي من راي سيف بيه. وانا كمان رايي من رايك يا سيد باشا. محدش عارف الخير جاي منين. يا اخوانا المثل بيقول صاحب بالين كذاب. ما تخلونا نركز في شغلنا احسن. وافرض يعني ياسر بيه ضم على شغلنا، حصته هنطلعها منين يا سليم بيه؟ حصه شغل ياسر بيه هتطلع من حصه العطارين. ايه قلت ايه؟ قلت نخلص الاول العمليه اللي احنا فيها دي، والموضوع ده نبقى نفكر فيه بعدين. وجه صحتكم. نبيل انت كويس؟ عملوا فيك ايه؟ انت كويس؟ شفت اخوكي ونادي عملوا فيا ايه؟ هم عايزين مني ايه؟ يا اخي يموت الزمار وصابعه بتلعب برضه. ممكن تفكوا لو سمحت؟ وكفايه بقى، كيف تتدخلوا في حياتي اكتر من كده؟ وانت بالذات يا يحيى، انا كان في بيني وبينك حساب قديم، دلوقتي بقى قديم وجديد. ايه ده يا سلمى واسمعي؟ ولا هتقولي تزيد بقى؟ ايه يا سلمى واسمعي اللي قولولي؟ الموبايل بتاعه افتحيه وشوفي الصور اللي عليه. سلمى، سلمى انا ما اعرفش حاجه عن الصور دي، هم اللي عاملينها، ما اعرفش عنها حاجه. انت ايه يا اخي؟ انا ما شفتش في حياتي بجع زي بجعتك. انت هات جنس مليتك ايه؟ حتى وانت بتموت مصر برضه تضحك عليها؟ بتشاهد على روحك. لا يا سلمى، الحقيني يا سلمى. ليه يا نبيل؟ انا حبيتك. وانا كمان بحبك يا سلمى، انت حب عمري، انت عارفه كده كويس. فكيني
كذاب، كلهم كذابين. أنا بحبك.